من اهتدى بهدي الى يوم الدين. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله. قال جل في علاه: إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. أيها المؤمنون، نبارك لكم عيد الفطر السعيد. جعل الله تعالى علينا عيد سرور وسلام وخير، ذاكرين لرسلنا ومكبرين ولنعمه من الشاكرين. قال عز وجل: ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، لا اله الا الله، الله اكبر، ولله الحمد. عباد الله، ترسخت في نفوس الطائعين قيم ايمانيه عظيمه، فتوثقت صلتهم بربهم، يقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه وهم راكعون، يدعون ربهم رغبا ورهبا وهم له خاشعون، ويتقربون اليه تعالى بصله ارحامهم وتنظيم علاقاتهم الاسريه وتقويه روابطهم المجتمعيه، ويبادرون بالاحسان الى الناس راجين محبه ربهم سبحانه القائل: والله يحب المحسنين. مستحضرين معاني الاخوه الانسانيه والعفو والتسامح والتعايش، فيقدرون حاجه الفقراء ويلتزمون بقيم الصبر والعمل ونفع الاخرين لينالوا الخيريه في الدنيا والاخره. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الناس انفعهم للناس. فهنيئا لمن ادرك الحكمه من مواسم الطاعات، فداوم على قيمها الدينيه والانسانيه والاخلاق التي تحول منها، واستثمر على ذلك بعد رمضان ليزداد قربانا من الرحمن واحسانا الى الناس. قال تعالى: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. صلوا واصلح هذه الخيره في نفوسنا وفي تربيتنا لبناتنا وابنائنا، لتعود علينا وعلى الاسره والمجتمع والوطن بالخير والسعاده. نسأل الله تعالى ان يديم علينا النعم والمقرات ويسبغ علينا الخيرات. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم.